الاهلي ان شاء الله بيسعى لتاميم القمه قصاد كامبالا الاوغندي الساعه 9 ان شاء الله. النادي الاهلي هيستضيف فريق كامبالا سيتي الاوغندي في اطار منافسات المجموعه الاولى في الجوله السادسه والاخيره من دور المجموعات من دوري ابطال افريقيا. الاهلي طبعا ضمن خلاص التاهل لدور الثمانيه مع الترجي التونسي ووصل رصيدهم ل 10 نقط قبل مباراه النهارده، واتحدد خلاص هتحدد مباراه النهارده قصاد كامبالا سيتي ومباراه الترجي وتاون شيب البوتسواني مين اللي هيكون اول المجموعه، الاهلي ولا الترجي. عشان نعرف تفاصيل اكتر معانا دلوقتي تليفون، نروح بقى سريعا لكلام الجرايد وبعد كده ان شاء الله هيكون معانا مداخله من معسكر النادي الاهلي ان شاء الله في برج العرب. موعد مع السعاده، الأهرام المسائي موعد مع السعادة. النادي الأهلي يواجه كامبالا الأوغندي الليلة في لقاء تأميم القمة. الأهرام اليوم الأهلي يبحث عن الصدارة الأفريقية والثأر من كامبالا. الوفد الليلة الأهلي يحاصر كامبالا في برج العرب بحثاً عن الثأر والصدارة. كارفيروني تطلع للفوز الرابع على التوالي واختراق حصون أوغندا بدوة الرعب الجمهورية. بيقول العين على الأوغندي والثانية على الترجي، الأهلي يتمسك بالصدارة في مواجهة كامبالا. الوطن الأهلي في مهمة مزدوجة أمام كامبالا للثأر والتمسك بالقمة. الشروق الأهلي يسعى لتأكيد صدارة مجموعته على حساب كامبالا سيتي. كاسيرون يخطط للفوز الرابع على التوالي، غياب جابر للإصابة وسليمان الإيقاف، والضيوف يحلمون بترك بصمة جيدة قبل وداع البطولة. اليوم السابع الأهلي يتحدى كامبالا في مهمة الطأر والحفاظ على القمة. الأحمر يفقد جابر وسليمان. الأهلي في مهمة الثأر من كامبالا بحضور 10,000 مشجع. في برج العرب قبل يمكن ساعات من اللقاء الهام النهارده قصاد كامبالا سيتي، كل التوفيق باذن الله لفريق الكوره الاول في النادي الاهلي. نروح بقى مره ثانيه للجرايد وكلام الجرايد، وهنبتدي مع الاهرام المسائي اللي قال في عنوانه موعد مع السعاده، قالت ان الليله مباراه تاميم القمه. الوفد كمان قال ان النادي الاهلي بيحاصر كامبالا في برج العرب، وان كارتيرون بيسعى لاختراق دفاعات كامبالا بالدويت الهجومي ازارو وصلاح محسن. كمان الجمهوريه قالت ان النادي الاهلي هيواجه كامبالا وعينه على الترجي اللي هيلعب برضه في نفس الوقت مع فريق تاون شيب البوتسواني عشان طبعا تحديد المركز الاول والثاني. في اليوم السابع كمان قال المدير الفني لفريق كامبالا لماذا لا نكرر ثنائيه اوغندا. ده كان كلام الجرايد واهم كلام الجرايد والمنشطات والاخبار اللي نزلت على الجرايد الورقيه. دلوقتي بقى نروح معاكم نشوف مواقع الانترنت قالت ايه. 1-3 يوسف جاهزون للحفاظ على القمة أمام كامبالا. الشروق كارتيرون يعقد محاضرة فيديو للاعبيه قبل مواجهة كامبالا. الوطن كارتيرون يطالب لاعبي الأهلي بمصالحة الجماهير بتقديم عرض جيد. يلا كورة حمودي جاهز للمشاركة أمام كامبالا سيتي. اليوم السابع الاهلي يحذر ساليف كوليبالي من الايقاف الافريقي قبل مواجهه كامبالا سيتي. صدى البلد الخطيب وبركات وتريكا نجوم مواجهات الاهلي مع الفرق الاوغنديه. الموقع الرسمي للنادي الاهلي ميران قوي للغائبين عن مباراه الاهلي وكامبالا. في الجول الاهلي باكا مستمر معنا ان لم يرحل خلال 48 ساعه. الموقع الرسمي للنادي الاهلي يد الأهلي يتدرب بنادي الشارقة استعدادا لبطولة القاسم الدولية. الموقع الرسمي للنادي الأهلي جلسات تأهيل لمودي الجرحي. ومن
من اخبار النادي الاهلي على الانترنت ابتدي مع موقع وان تري من اللي تصرحت او اللي قالت تصريح محمد يوسف المدرب العام في النادي الاهلي انه بيقول ان مباراه كامبالا مهمه جدا وما ينفعش نستهين بيها على الاطلاق ولازم نركز فيها من البدايه للنهايه. اكد كمان على ان الجهاز الفني واللعيبه كلهم جاهزين لمواجهه اي فريق في الادوار اللي جايه واتمنى طبعا ان الفوز يكون من نصيب النادي الاهلي خصوصا ان اللعيبه عندهم تركيز كبير وعندهم الخبرة من مشاركتهم مع الفرق الأفريقية في البطولات الأفريقية اللي خاضها النادي الأهلي. كمان الشروق قالت إن كارتيرون هيعمل محاضرة فنية النهاردة الساعة 6 مع اللعيبة عشان يعرفهم على الأمور الفنية الخاصة بالمباراة دي ويعلن التشكيل النهائي كمان وطريقة اللعب اللي هيخوضوا بيها مباراة كامبالا سيتي. من الوطن الوضع كان مختلف، باتريس كارتيرون كان بيحضر اللعيبه من الاستهوان بالمباراه خصوصا طبعا من الهجمات المرتده بتاعه كامبالا سيتي والتسديدات البعيده واللي كانت خطيره على مرمى النادي الاهلي في مباراه الذهاب، وقال لهم كمان ان هم لازم يستغلوا فرصه ان المباراه دي على ارضنا وسط جمهورنا ونفوز عشان نصالح الجمهور على الاداء السيء طبعا في المباراه اللي فاتت. يلا كوره كتب ان احمد حمودي بيقول ان هم ان هو جاهز لمباراه كامبالا بعد ما كان تعرض لاصابه في الكاحل في مباراه حرس الحدود، وقال كمان حمودي ان هدفنا اننا نفوز على بطل اوغندا عشان نقدر نحافظ على تصدر المجموعه خصوصا طبعا وان الفريق ماشي بشكل كويس جدا في الفتره اللي فاتت وحقق نتائج كويسه جدا محليا وافريقيا. تحذير تاني بقى في اليوم السابع من باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الاهلي، بس المره دي كان حريص جدا ان هو يحذر سليف كوليبالي ومحمد هاني من الحصول على انذار تاني خصوصا طبعا وهم واخدين انذار قبل كده في مباراه تاونشيب البوتسواني في دور المجموعات ونظام بطوله دوري ابطال افريقيا بنصين في الغاء البطاقات الصفراء لو تخطى الدور، لكن في حاله طبعا ان في ايقاف لا ده ما بيتشالش. طيب اليوم السابع كمان قالت أول صدى البلد كمان رصد عدد مرات فوز النادي الأهلي قاريا وأن هو النادي الأكثر فوز بالبطولات القارية فاز بيها 8 مرات وسبق للنادي الأهلي وأن هو واجه فرق أوغندية، وبيعتبر طبعا كابتن محمود الخطيب الرئيس الحالي للنادي الأهلي محمد أبو تريكة ومحمد بركات هم نجوم المواجهات دي مواجهات النادي الأهلي مع الفرق الأوغندية. الموقع الرسمي بقى للنادي الأهلي كتب ان حسين عبد الدايم مساعد مخطط الاحمال في النادي الاهلي هو اللي قاد النهارده الصبح تمرين مجموعه من اللعيبه اللي مش هيشاركوا في مباراه كامبالا سيتي على ملعب التتش. التمرين كان فيه وحدات بدنيه وتقسيمه كوره قويه بحسب اللي كتب. في الجول كتب ان محمد فضل مدير التعاقدات في النادي الاهلي قال ان اللاعب كماني ماشامبي ممكن ان هو يستمر مع النادي الاهلي لان طبعا لسه الصفقه مع نادي سان داونز ما خلصتش لحد دلوقتي والمفروض ان القيد في جنوب افريقيا هيتقفل يوم 30 اغسطس، ولو اللاعب فضل جوه النادي الاهلي فهنعتمد عليه بشكل طبيعي لان كده كده هيكون مقيد محليا وقاريا. من اخبار كره القدم بقى نروح لاخبار الالعاب الثانيه، نبتدي في كره اليد. الموقع الرسمي بينشر خبر عن تمارين فريق كره اليد رجال النهارده واللي هيكون على صاله الشرق الاماراتي لانه طبعا بيستعد لبطوله القسم الوديه الدوليه واللي بيشارك فيها فريق النادي الاهلي. لسه مكملين في الموقع الرسمي للنادي الاهلي بس المره دي هنروح لكره السله. الجهاز الطبي لكره السله خلى لاعب مودي الجرحي يعمل جلسات تاهيل مختلفه وعلاج طبيعي لان هو كان اشتكى من اصابه في وتر اكيلس واللي خلاه يعتذر عن المشاركه مع معسكر منتخبنا الوطني الاول. نطلع بقى دلوقتي لفاصل سريع ونرجع بعد كده نتابع بقيه فقراتنا في كلام في الميديا، خليكم معانا.